من اسماعيل محمد، مشكلتنا مع عمر محمد سعد الدين ده من قبل 2009، بان عمر محمد سعد الدين عرفنا بان هو اقتنع حيوانات مفترسة في البلدة. اول ما ظهر ان هو فيه هروب ضبع اكل مواشي من عندنا، وطبعا علشان يراد الموضوع وان هو كان لسه جديد عن المنطقة، جاب صاحبة الجاموسة دي رضاها بقرشين، فالست ما عملتش محاضر والموضوع ايه الدارة خالص. فجينا اما احنا عرفنا بالموضوع عملنا استغاثة للبيئة واستغاثة للصحة واستغاثة لكل حاجة. المكنة دي اتسرقت؟ لا المكنة ما اتسرقتش. طيب انت هتبقى ضدي؟ طيب انت عليك، انت كده سرقت المكنة دي. سرقت مكنة يا استاذ، ست متهمين يقضوا 15 سنة في مكنة سعرها ما بين 3-4 آلاف جنيه يقضوا فيها 12 سنة. في اتنين نادى احمد اسماعيل كمال احمد اسماعيل دول قضوا بالفعل، بقيه المتهمين دلوقتي مضطهدين وسابوا البلد اصلا، لان كل ما يرفعوا اي حاجه على عمرو محمد سعد الدين دي تقابل بالرفض، بل ان هم ايه، لا ده يرفع عليهم بلاغ كاذب، يرفع عليهم شهاده زور، يرفع بالظبط كده. الناس دي تتوصل لايه لما حضراتكم تتوصل؟ جات مشكلة، طبعا مشكلة بنت من قرية كفر حمايد، كانت موضوع الإعلام وموضوع حديث المدينة زي ما بيقولوا. حد كبير سنده، مين هو بقى؟ الله أعلم. إنما كل القواضي اللي بتتعمل ده كلها ظلم في ظلم. أنا عامل فيها محضر قبل كده باتهام حريق عنده في المزرعة، جاب المعمل الجنائي عاين الحريق، أثبت إن فيه لوحة مفاتيح ماس كهرباء لمس فيها، ما فيش حريق ولا فيها اي حاجه، ده ماس كهرباء. بالفعل الحمد لله ربنا كرمنا والقضيه وقفت. كلهم رمضان فين سيد فين بتاع ما جوش، حكم على طول قبل المجوله بتاعتنا. راحت رفع الجلسه، دخل جوه طلع تاني جاب اسامي المتهمين كلها، كله خد احكام. يعني دي حاجه من الحاجات برضه في لعبه في الموضوع. نص الرسالة أستاذنا بيقول إن يقر فيها المقر بأن ماكينة الري الخاصة بالسيد عمرو محمد سعد الدين والكائنة بزمام أرض أحمد إسماعيل على ترعة الدهشورية بناحية كفر حميد قد قمت بفكها بمعرفة السيد عمرو محمد سعد الدين، وتم تحميلها بالسيارة بواسطة عمال يعملون لديها. أي جريمة ارتكبها عشان انتقبولي طرده؟ لو أنا مش داخل مصر ومفكر ان هو ايه عمل ايه جوه البلد اصلا عشان يطرد دي، وجواز السفر سبب في ان هو خارج البلد، وجواز السفر خارج البلاد يعني عشان تهمه مكنه ري، وجايبنا من مجمع التحرير شهاده تحركات بان هو خارج البلاد، كل حاجه ان هو خارج البلاد مش موجود داخل البلاد. ده كان خد فيها سنتين ونص. المتهمين التانيين اصلا ما كانش موجودين، في متهمين اصلا ما لهمش علاقه، كل علاقتهم استاذ ان هو عملوا شكوى ضد عمرو بان هو في حيوانات مفترسه. وبالفعل الحجر الصحي بتاع جنينه الحيوانات دي حمل حيوانات مفترسه. واحد معاك 25 سنه وكنت عامل له توكيل بجميع كل حاجه في المزرعه، وقعد معاك 25 سنه جاي بعد ده كله تتهمه بسرقه وتحبسه؟ يعني سرقه ظلم بظلم. يعني ازاي انت حضرتك مأمين وعامل لي توكيل باداره شؤون يعني عمرو سعد كان عامل توكيل لراغب بالبيع كل حاجه عشان عمرو كان بيسافر بره، النظام ولع في المزرعه. وبالنسبه للاوضه اللي هو حاطط فيها، اللي هو بيقول ان هو حاطط فيها المكنه، الاوضه ديت في ملكيه كمال احمد اسماعيل، اللي هو بيقول ان هو ان كمال احمد اسماعيل متهم هو وست اخرين، ديت في ملكيه كمال مش في ملكيته. معه هو ورق بمنطقه ثانيه بقطعه ثانيه 148 ان الاوضه بتاعته، بس المنطقه ديت الاوضه دي غير الاوضه اللي عنده، الاوضه ديت تخص كمال احمد اسماعيل في ملكيته. وبالنسبه للجماعه التانيين اللي بيطاردوا كل يومين الحكومه تنزل لان هو ضغط عليهم. بالنسبه لغرفه الميه اللي هو بيقول ان المكنه دي ان احنا سرقناها، المكنه دي اصلا موجوده في قطعه 99. العقد المزور اللي احنا اصلا فيه ست متهمين اخذوا 15 سنه في سرقه مكنه ده في القطعه 148. قدمنا محضر
647 سنة 2015 المحضر ده اتحفظ، اتظلمنا منه تاني للمحامي العام، المحضر رجع واتحفظ. شوف بقى انت الاصرار بان محضر احنا مقدمين فيه عقد بنقول بان الورق اللي هو مقدمه مزور المحضر اتحفظ. حتى قدمنا محضر 600 اللي هو بتاع التزوير في اوراق في محضر جلسه او محضر الجلسه، لان هو زور فيها القضيه اتحفظت، هو مزور في الجلسه نفسها ومعنا المحضر بكده. هل دلوقتي اللي يروح ينفذ يتنفذ عليه هيخرج براءه ولا هيرجع لعمر محمد سعد الدين يرجع لسلطته تاني وجبروته تاني ويتنفذ عليهم، واحنا اصلا معانا محضر جلسه بيثبت فيه شهاده الشهود وبيثبت فيه العمال اللي رفعوا الماكينه وبيثبت فيه كل حاجه. جناح مستانف العياط اخر حاجه ادت براءه المتهم. طب هل بقى الثلاثه المتهمين التانيين لما يستأنفوا هياخدوا براءه ولا مصيرهم مصير الاثنين اللي اتنفذ عليهم سنه ونص؟ كل حاجه بتتقابل بالرفض. فاحنا بس احنا عايزين يعاد فتح اجراءات القضايا دي تاني. المحاضر اللي هي اتحفظت لا ترجع تتفتح. محاضر في فعلا هو مزور فيه، مزور في عقود رسميه. يا ريت هو مصور في محرر عرفي، لا ده مزور في عقد رسمي بالقطع.